طيب تعالوا بقى نروح لخبر تاني خاص بيه بقى، البيان اليومي لوزارة الصحة وكورونا وموقعها في مصر أو وضعها في مصر الأخير، إنه أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 798 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وده بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للحالات الجديدة، تم تسجيل 165 حالة جديدة لمصابي فيروس كورونا، وبكده احنا وصلنا ل 99,280، يعني خلاص قربنا على 100,000 مصاب. بالنسبة لأعداد المتعافين المجمل عددهم 74,626، وبالنسبة لأعداد الوفيات كان أمس تم تسجيل 21 حالة وفاة، وبكده مجمل أعداد الوفيات 5,461. زي ما حضراتكم كده شايفين، يعني نسبة اللي هنقول بيها نسبة الشفاء مقارنة بنسبة التعافي ونسبة الإصابة تقرب إلى أكثر من 70%. ده مطمئن، ولكن ده ما يخليناش إن احنا نتخلى عن إجراءاتنا الاحترازية اللي احنا معتادين عليها. طبعا احنا خلاص بقى حفظناها ظهرا عن قلب، الكمامة، الكحول، التباعد الاجتماعي، ده أهم شيء، فكرة التباعد الاجتماعي. فبالتالي طبعا يعني دايما بنؤكد على الالتزام بهذه الضوابط. وفي رقم طبعا الساخن اللي كانت حطاه وزارة الصحة وما زالت طبعا بتتواصل به، وهو 105 أو 15-335 اللي ليه أي استفسارات أو في أي نوع من أنواع الإصابات، أهو الرقم قدام حضراتكم. أرجو طبعا التواصل بشكل مباشر مع وزارة الصحة.